أهلا ومرحبا بكم. هذه أداة لقطف الثمار، قمت بصناعتها وهي عبارة عن أنبوب بلاستيكي. قمت بقطع طرف منها على شكل مثلث، ومن طرف آخر نصف دائري، ومن أعلى ثبت سيخين، جهة وسعة وجهة أخرى ضيقة، ومن الأسفل وضعت أسياخ متشابكة لمنع خروج الثمار من الأسطوانة. طريقة الاستخدام جدا بسيطة، ندخل الثمرة المعلقة داخل هذه الفتحة، ومن ثم نمررها بين السيخين حتى تثبت، ومن ثم نقوم بسحبها حتى تسقط وتتجمع في الأسفل. والآن نبين طريقة استخدامها عمليا.